أهلا بكم مشاهدين، هذا موجز الأخبار من قناة الشروق. قال النائب العام تاج السير علي الحبر إن السودان بحاجة إلى عون فني لبناء القدرات لمكافحة الفساد وغسل الأموال. وأعلن الحبر خلال لقائه بوفد البنك الدولي تعديل لوائح وقوانين مالية تشمل الضرائب والجمارك وإجراءات التسويات، وقال إن نقاشا مكثفا سيجري خلال الفترة القادمة بشأن قانون مفوضية مكافحة الفساد. أكد وزير المالية إبراهيم البدوي استمرار الحكومة في دعم السلع الاستراتيجية، وقال في منبر شركاء السودان الدوليين إن الحكومة الانتقالية تدرك إدراكا كاملا الأزمة المعيشية المستفحلة. وأرجع البدوي الأزمة الحالية إلى سوء إدارة الاقتصاد، وتوقع أن تنقل موازنة العام المقبل المواطن من مستهلك إلى منتج. ناقش الاجتماع المشترك للجان الفنية لقطاعات مجلس الوزراء منهجية وموجهات إعداد موازنة العام المالي 2020 التي تضمنت البرنامج الإسعافي وأولويات الفترة الانتقالية وأهداف التنمية المستدامة وخفض معدلات الفقر وإصلاح أجهزة الدولة وسيادة حكم القانون. دعت ورشة الصادرات إلى ابتدار رؤية مستقبلية تعزز الصادرات وتدعم الناتج القومي والاقتصاد الوطني. وقال وزير التجارة والصناعة إن عملية النمو الاقتصادي وتعزيز القيمة المضافة والاهتمام بالصادرات تعد أحد أهم أولويات الحكومة الانتقالية. تعهد عضو المجلس السيادي صديق تاور بإحلال السلام ومعالجة آثار الحرب بجنوب كردفان، وامتدح خلال تدشين مبادرة قوافل السلام والتنمية جهود تجار سوق ليبيا ودعمهم الكبير من أجل إحلال السلام وبسط الاستقرار في ولاية جنوب كردفان. انتهى الموجز، قدمته لكم مشاهدين من قناة الشروق. بإمكانكم متابعة المزيد من الأخبار على موقع الشروق على الإنترنت شروق.net. إلى اللقاء.